أما الجامعة التانية واللي هتنافس للحصول على الثلاث نقط من وجه بحري، نرحب كلنا بجامعة المنوفية. جامعة المنوفية أنشئت جامعة المنوفية بموجب القرار الجمهوري رقم 93 لسنة 1976 لتلبية الطلب المتزايد على التعليم العالي، والتعاون مع الجامعات المصرية من أجل تقديم خدمات التعليم الجامعي في مصر. تحرص الجامعة على تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة وتشجيع المتميزين منهم، بما يدعم شخصية الطالب ويمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج. هيمثل جامعة المنوفية في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4. الماتش اللي فات احنا كنا كسبانين طول الماتش وخسرنا في اخر فقره، واستعدنا كويس ان احنا بدانا نتقابل مع بعض كتير ونتجمع كتير ونعوض الغلطات اللي كانت عندنا ونقدم اداء احسن ان شاء الله. اذا احنا زمنا في الفريق نجمع معلومات من مصادر كتير بحيث نقدر نتفادى الاخطاء اللي وقعنا فيها في الماتش اللي فات، وباذن الله هنقدر نحقق سكور كويس الجامعه. باذن الله ما يكونش فيه نقط ضعف عندنا في اي مجال، اشتغلنا كويس واستعدنا كويس وجمعنا المعلومات اللي كانت ناقصانا، وباذن الله ما نقدر نجاوب في المجالات كلها. جامعه المنوفيه عملت تصفيات 3 ايام واختارت منهم افضل 8، كملنا الحمد لله دلوقتي ان احنا دخلنا البرنامج، وان شاء الله نقدر نعمل الموسم كويس ونشرف اسم الجامعه. جامعه المنوفيه الحمد لله على السلامه. سلام حضرتك، قلبي معاكم. الماتش اللي فات اتخطف منكم، كان ماتش غريب وسوهاج عندهم خبره وقدروا ياخدوا الماتش بمنتهى الهدوء، كان توفيق. بس الدلتا عملت مفاجاه وكسبت جامعة سوهاج وتعقدت المجموعة التانية. لو النهاردة كسبتوا جامعة طنطا هيبقى الموضوع فعلا صعب. إن شاء الله هنشوف. ألاء عادل، إزيك؟ الحمد لله. الموسم ده بتشاركي لأول مرة، إيه اللي حصل عشان تشاركي؟ قدمت، عرفت إن الجامعة عندنا بدأت عن تصفيات العباقرة، فروحت قدمت واشتركت وبدأت في التصفيات بتاعتها، والحمد لله بقيت من ضمن الفريق. المدير الفني عبد الله صفوت طبعا عنده خبره وقدر يعمل لكم اختبارات قويه. الحقيقه انا كنت مشفق عليه جدا الماتش اللي فات، لان هو كان قاعد زعلان وحاسس الماتش بيتخطف بقله الخبره، وهو واثق فيكم كفريق. الحقيقه انتوا كنتوا كويسين جدا. الحمد لله. ماتش ده بالنسبه لكم ماتش فيصلي. ان شاء الله. اعتقد ان انتوا محتاجين الثلاث نقط علشان يفضل الامل موجود. ان شاء الله. ان شاء الله. اتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا جامعه المنوفيه.